واشهد ان محمدا رسول الله. مريضه كتشهد لا اله الا الله. ولكن يضربوه لرجلو يضربوه ماشي ما يضربوش قلبو ما لقاو تيصفر ما لقاو تيدي ديال الناس ما تا حاجه. ولدي خرج معقد من الحبس حيت ضربهم مشار ظلم مشى بالظلم خرج معقد. وولد خالته يلا مات في السجن خرج من خرج يبرد في الشراب تيشرب الشراب خرج يا الشارع دري ولد جيراننا مسكين معايا تيجر فيه. لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك. حسبي الله ونعم الوكيل. عاش الملك. هادو اللي ضربوا لي ولدي ما نفوتهمش. راحنا مغاربه مواطنين ما نفوتهمش. تنترجاهم تنطيح لهم على رجليهم تنقول لهم ولدي ما لقيتو ديال شي حاجه شارب انا غندخل ولدي وتبعوه حتى دار خالته حتى الباب ديال خالته. الولد مسكين اللي ضرب في راسو هذاك راه شارجم ضربوه تيقول لهم لا الشيخ ما عندكم علاش تضربوه ما دار شي حاجه باش عضربوه انا غنديرو وتيراو فيه جبدوه وزادوا بحالهم بحال يطيحوا شي دبانه بحال يطيحوا دبانه. انا راه غنتابعهم وتنطلب من سيدنا ومن الوكيل الملك يرفضوا لي حقي وحق ولدي كيعاش كيمات يرفضوا حقه. ماشي قانون هذا ما عطينهمش القرطاس يقول لهم تيروا في عباد الله هباء منثورا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا مريضه ولا مت ولا طلعت شي حاجه وما السبب جوج ديال الصقر وواحد في الفروج هادو ثلاثة ديال البوليس خرجوا لي على ولدي تنطرجهم وتنطيح لهم على رجليهم ما لقيتوه تيسرق ما لقيتوه تيكريسي ما تا حاجة. ملي شافو مسكين غادي راجع هارب تبعوه حتى لدار خالته وجبدوه. وولد الجيران مسكين راه داير على الخير تيقول له ما الشاف ما تيروش فيه اش داير ما داير والو تا ضربوا الشرجم هما مسكين حتى عتقلوا تا ودي يضربوا الرجل ما يضربوش اش دار لقاو تيسرق لقاو داخل شي ديور لقاو اشنو لقاو في جيبان كاش اشنو. ملي خرج من الحبس عباد الله تنقولها ضرب حبس خمس شهور ظلم خرج معقد هاهما ولاد الجيران هاهما ولاد الحومه يقولوها خرج معقد صافي. واخا عاودي لنا حاجه شنو وقع. هذا ولدي ياسين داير يعني مألم جيت ولد خالته مات في السجن ومعصب على راسه مشى للسجن بالظلم ضرب خمس شهور ديال الحبس ظالما وولد خالته مات في الحبس تيشرب شارب الله يعفو عليه. خرج ولدي بوحدو تيهضر في الشارع تابعها انا الام ديالو تنساعد معاه غندخلو هذاك وجيراننا تابعو تيدخل فيه حتى جاو جوج ديال هذوك تابعينو. ملي شافهم غادي هارب لدار خالته تبعو حتى لدار خالته تيراو فيه بالقرطاس جبدوه. ملي جبدوه عطى الله ما عطاه انا ياخذوا لي حق ولدي كيموت كيعيش ياخذوا لي حق ولدي. ظلموه ما لقاو تيكريسي ما لقاو شاد بنات ما لقاو حتى حاجه ما لقاو تيدير حتى حاجه مبلي شارب باقي مهموم خرج يلاه هذه خليهم 15 يوم باش خرج من السجن مشى خمس شهور مظلوم ما داير لا بيديه لا برجليه. وولد خالته مات في السجن ولد مهموم. هادشي اللي عطى الله الله ياخذ فيهم الحق. انا عاش الملك وتنطلب ياخذوا حق ولدي وتنطلب من جلاله الملك ومن وكيل الملك يهزوا لي حقي ويهزوا حق ولدي. واش عاطيهم القرطاس يخرجوه بلا قانون عاش الملك محمد السادس. بغيتو نشوف هادشي انا مريضه ومعصبه تعداو لي على ولدي ما لقاو تيكريسي ما لقاوش عباد الله مبلي خرج معقد الولد من الحبس مشى خمس شهور ديال الحبس في الظلم. ملي خرج هو تيشرب ولد خالته يلا مقتول مات في السجن. هذا هو السبب. ملي شافهم غادي يهرب تنقولوا عافاك الشاف ولدي انا غندخلوا بطريقتي وتابعين هو. ملي شافهم هرب تبعوا دخلوا عليه تدار خالته قتلوه تيراو فيه دعيتهم الله ياخذ فيهم الحق. كي مات ولدي كيعاش ولدي والدري ولد الجيران مسكين تابعني وتيجر فيه هو مسكين ملي لحقوا الباب غيديروا تيقول لهم لا ما تيريوش فيه طاح عليه مسكين الشرجم ضربوه هنايا ولا اذا هما عاوتاني غادي نشد الولد معتقلين واش بغاو يديروا ليه. هادشي ماشي ظلم الله ياخذ الحق. بغيت سيدنا يبقى يشوف هاد المناكير اللي تيديروا هاد الناس. الا كان هاد الولد شي حاجه شدوه بلا قرطاس وديه ها حنا ولاد القانون
ديو يدير واني ما دار والو. ولدي خرج معصب وخرج مريض ليا من الحبس، مشى خمس شهور بالظلم، مشى خمس شهور بالظلم، مشى خمس شهور بالظلم.